إنما يسمى الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سوريا. هذا هو عنوان الورقة. هذه الورقة غير الرسمية مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به، لأن شعبنا لم ولن يقبل بأن تأتيه الحلول بالمظلات أو على ظهر الدبابات. نعتقد أن هذه المحاولة الفاشلة تهدف إلى تقويض محادثات جنيف ومؤتمر سوتشي وأي ملامح للحل السياسي في سوريا، لأن ذلك ينسجم مع سياساتهم التخريبية في المنطقة.